قوم ولا دين لهم، قوم ولا قوم ولا دين لهم، جئنا نقولها لهم، والكل لا يعرفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول الأعظم أبي الزهراء محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عوائل الشهداء والجرحى، عوائل الأسيرات والأسرى، عوائل المطاردين والمهاجرين والمغتربين عن الوطن، الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أيها الأحبة في هذه الأمسية المباركة أن نجتمع بالعوائل المضحية والمعطاءة، هذه العوائل الكريمة التي قدمت فلذات أكبادها بين شهيد وطريد وجريح وأسير، وعانت ما عانت في طريق ذات الشوكة. فلكم من أخوتكم وأبناؤكم في ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، ألف تحية واحترام وتقدير، ولكم جزيل الشكر والامتنان. أيها الحضور الكريم، مع اقتراب الاستحقاق الميداني الكبير عصيان العزة، نهيب بأبناء شعبنا الأبي للقيام بدورهم الوطني، كل بحسب موقعه وبحسب إمكانياته، فلا مكان للرضوخ لقوانين العدو الخليفي وإجرام المحتل السعودي. فالعصيان المدني يتطلب منا التمرد على كافة القوانين الجائرة وسحقها تحت أقدامنا، فلا أعمال ولا دراسة يوم الخميس المقبل، ولا تبضع ولا تزود بالبنزين على مدى الثلاثة أيام المقررة، بدءاً من يوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل. لنقف معاً وقفة رجل واحد بوجه هذه العصابة الخليفية الغاضبة، بوجه هذه العصابة الخليفية الغاصبة، حتى نحقق أهداف ثورتنا وننتزع حقنا الثابت أممياً في تقرير المصير. ختاماً، نجدد التحية للأحبة الحضور الأكارم وللعوائل المضحية والمعطاءة، مؤكدين
إننا ماضون معكم في هذه الثورة المباركة حتى تحقيق أهدافها السامية التي نص عليها ميثاق اللؤلؤ، فلا عودة للوراء ولا مكان للتراجع قيد أنملة. معكم معكم سائرون نحو تقرير المصير، ومن نصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وثبت لنا ولهم قدم صدق يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، الأحد 9 فبراير، شباط 2014 ميلاديا، بلدة العكر، البحرين المحتلة. رموزنا الممانعة لا تقبل المبايعة، رموزنا الممانعة لا تقبل المبايعة. والحا حاربنا، والميم مرمرنا، والدال دمرنا. والحا حاربنا، والميم مرمرنا، والدال دمرنا. يا مخرب البلد، يا ناكث العهد، أيامك عدد،